اخرات خارجيه حصر سلاح بيد الدوله مو هي. استمرار التعاون مع التحالف نعم استمرار التعاون مع التحالف الدولي لمساعدة العراق لمواجهة خطر الإرهاب والقضاء على فلول داعش. طيب هذه الفقرة كانت فيها رسالة واضحة بالآتي: أولا الموقف الذي اتخذ من قبل التحالف الدولي اتخذ من قبل الفاعل السياسي الشيعي فقط، ولم يتخذ من قبل الفاعل السياسي الكردي ولا الفاعل السياسي السني ولا من قبل المكونات السياسية الأخرى التي تمثل الأقليات ولا من قبل القوى الوطنية. وواضح أن القرار اتخذ في حالة التهاب وردة فعل اتجاه تريد زيد الدعاوي، لو تعرف اتجاه منه، اتجاه الجارة إيران. طيب أوكي،